السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي غادي تكون اليوم عبارة على هذا الكيك الرخامي او ما يسمى بالماربل كيك. فهو كيك روعة كيجي رطب هشيش، مكونات بسيطة، فخليكم معايا الى اخر الفيديو. إذا بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو أول حاجة البيض، طبعا اللي خصو يكون بحرارة المطبخ. أنا استعملت هنا 4 البيضات من الحجم الصغير، إلا كان عندكم البيض كبير غادي تستعملو غير 3، فأنا كنستعمل ديال كوسكو فكيكون الحجم ديالهم صغير. غنحتاجو معلقة صغيرة ديال الفاني، 4 معلقة صغيرة ديال الملحة، 175 غرام ديال دقيق الفورس، 200 غرام ديال السكر سنيدة، 120 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، ثم 50 مللتر ديال الحليب حتى هو اللي يكون بحرارة المطبخ، 20 غرام ديال الكاكاو، و 7 حتى 8 غرام ديال الخميرة الحلويات. انا استعملت هنايا ديال المغرب 8 غرام. إذن اول حاجه كناخذوا الزبده وكنطربوها كما كتشوفوا حتى كتولي كريميه، ومن بعد غادي نضيف لها داك السكر سنيده وغادي نخلطها بجوج عناصر حتى يتجانسوا ليا مزيان. وهنايا ملي ضفت البيض وغادي نعاود نطرب هاد العناصر كامله حتى يتجانسوا ليا جميع هاد العناصر هادي. من بعد كندير هنايا عندي الدقيق ديال الفورس، عندي الملحه، وعندي خميره ديال الحلوه، فكنديرهم كنغربلهم وغادي نضيفهم للخليط اللي عندي ديال البيض السنيده والزبده. اذا الخليط ديال الكيك من بعد ما وجد لي شديته قسمته على جوج، النصف الاول خليته كما هو والنصف الثاني هو اللي ضفت له الكاكاو، وغادي نخلط مزيان حتى يتجانسوا ليا هاد العناصر كامله. اذا تناخذوا المول اللي كيدخل الفران، انا خديت المول المستطيل من الحجم الصغير، فدرت الطبقه الاولى خديت الخليط اللي فيه الشوكولات، وهنا استعملت الجيب الحلواني، يمكن لكم ديروا كذلك المعلقه الا بغيتوا. فدرت الطبقه الاولى اللي كانت فيها الخليط ديال الشوكولات، ودرت فوق منها الطبقه الثانيه اللي ما فيهاش الشوكولات، فكنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل الخليط ديالي كامل.
وهنا كما كتشوفوا خديت واحد العود وتنحاول ندير هاد الحركات باش كيساعدني انني يعطيني داك الشكل الجميل للكيك ديالي. فكنشعل الفران على 350 درجه فرنهايت اللي هي 180 سيلسيوس وكندخل الكيك ديالي او خليت الكيك يطيب مده 40 دقيقه. هنا غادي نقطعو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي الشكل ديالو زوين بزاف راقي وكيجي هشيش ورطب صراحه. هذا الكيك هذا ناجح 100%، يعني تجربوه بعينيكم مغمضين. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، الكيك الرخامي او ماربل كيك اللي صراحه كيجي هشيش وبنين بزاف، وكما شفتوا حتى المكونات بسيطه. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. وبالمناسبه بغيت نشكركم كاملين على التشجيعات ديالكم الطيبه وكذلك على التعليقات ديالكم، راني كنقرا جميع التعليقات. وكذلك نشكركم على الدعم ديالكم للقناه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. خليتكم على خير والسلام عليكم.